Salam alaikum mes chers élèves, comment allez-vous? Je suis vraiment ravie de vous rencontrer encore une fois dans une nouvelle vidéo, bien sûr sur ma chaîne YouTube et votre chaîne YouTube, Le Français avec Fatima. Fait la vidéo, je vais vous production écrite. Mais je vais vous parler de la vidéo de Talabat, de l'actualité de l'Elkom, qui est la production écrite. Je vais vous parler de la vidéo de la production écrite, mais je vais vous parler de la vidéo. باش نقدروا نخدموها نجلسوا حتى لهاد العام مثلا ولا حتى لهاد اللحظه وغادي نتعلموا كيفاش نكتبوا ان تكست نيجاتيف. ما غاديش نقول لك مستحيل، هي ماشي مستحيل وانما صعيبه شويه، حيتاش قلت لكم قبل راه ضروري البرودكسيون يكري خصكم تكونوا قبلا عندكم واحد الباجاج وتكونوا من دابا تكونوا على الاقل كتدربوا، على الاقل تدربوا غير في هاد لي برودكسيون غادي نخدم معكم. فايت اللي خدم معكم شي وحدين راه غادي تلقاوهم في لابوا دو ديسكريبسيون اللي هو صندوق الوصف. ودابا غنخدم معكم هادي وغندير معكم بعض الحيل وبعض التقنيات البسيطه اللي ممكن الا تبعتيهم تقدر دير شي حاجه تكتب مثلا ان تكست نيجاتيف يقدر لكم مزيان. دونك هذا واحد ليكزيرسيس ديال برودكسيون اكريت كاين في واحد امتحان جهوي. هذا امتحان جهوي غادي نديرو لكم، انا سبقت لكم برودكسيون اكريت، من بعد غادي نخدم معكم كومبريونسيون اي اكتيفيتي دو لونغ. غير واحد الملاحظه، راه لا برودكسيون اكريت كتنقط على 8/20، 8/10. دونك ما تستهنوش بهاد الاكتيفيتي هذا وتقول انا ماشي مشكل، خصكم تدربوا مزيان كيف ما كتوجدوا لا لونغ، خصكم توجدوا حتى لا كومبريونسيون بالقراءه ولا كومبريونسيون، وتوجدوا برودكسيون اكريت على الاقل تفرجوا غير في الفيديو ديالي حتى الاخر، ضروري غادي تستافد. الا ما استفدتيش 50% غتستافد 20%، المهم غتكون واحد النسبه ديال الاستفاده. دونك هنايا عندنا واحد لو سوجي اللي هو ان ديمونش الوغ كو فو زيتي اون بروميناد دونز اون فوري اون كومباني دو فوتغ مير، يعني في يوم من الايام يعني يوم الاحد كنتي في نزهه، كنتي في نزهه في الغابه مع اميك يعني اون كومباني دو فوتغ مير. سودان فو ابيرسوت كو فوتغ بتي فرير ا ديسباري، يعني فجاه لاحظتي بلي الاخ ديالك اختفى. ريديجي ان تكست ناراتيف دون ديزين دو لين دون لوكيل فو رابورتي لي سيركونستانس اي لي ايفينمون دو سيت افونتور. هنا اكتب نصا سرديا في حدود 10 اسطر تقوم فيه بماذا؟ بالحكي ملابسات او ظروف هاد الاحداث، احداث هذه المغامره. هنا كاين امبورطون، قبل ما ندوز الامبورطون ديزين هنا كعطاوك 10 الاسطر. هو راه ماشي ساهل تكتب 10 الاسطر، شي حاجه صعيبه التلميذ، بخصوص التلميذ اللي كيكون كيكتب كثير، كيكتب برودكسيون اكريت دي تكست كبار وتيكون عنده بزاف ما يتقال، غادي تحاول تختصر. انا دابا هاد لو تكست اللي غنخدم معكم راه فايت 10 ديال الاسطر باش نعطيكم شويه افكار كثيره باش تقدروا تستافدوا. نتايا ولا نتيا غادي تحاول تكتب 10 د الاسطر، حاول ما تتجاوز 12 سطر، حاول انك دير ما تتجاوز 12 سطر. هنا امبورطون لوغ د لا كوريكسيون سو راتوني كون دي ايفينمون دي ايليمون سويفون، بغيت نقرا لكم هادو باش تعرفوهم. كريتير دي فارياسيون دو ديسكور، هادو المعايير اللي غياخذها المصحح او المصححه بعين الاعتبار. كونفورميتي دو لا برودكسيون لا كونسين ديكريتور، يعني واش احترمتي لا كونسيني اللي هي التعليم، احترمتي هاد لو سوجي. كويرونس د لا ناراسيون، كاين تناسق في الحكي، يعني انت كتحكي وكاين تناسق، ما كاينش ماشي كتبقى تمشي وتجي في الحكي، يعني كاين واحد السيروره، كاين واحد مراحل مراحل مرتبه انت كتحكي. اورغانيزاسيون اي بروغريسيون دو تيكست، يعني نفس الشيء، يعني كاين التنظيم وكاين التطور في النص، يعني التطور في الاحداث وكاين تنظيم. كريتير دي فارياسيون دو لونغ، يعني كاين معايير ديال تقييم اللغه، يعني واش كتشد واش شد مزيان قواعد ديال اللغه، مثلا كوريكسيون ديال لا لونغ، بونكتواسيون علامه الترقيم، ضروري خصكم تحافظوا على علامه الترقيم. اورتوغراف ما كديرش لي فوت دورتوغراف، مثلا ما كتنساش اس دو بلوريال، ما كتقلبش لي زاكسون، اكسون غراف كتبقى اكسون غراف اكسون ايغوي ان سو دو سويت. سانتاكس اللي هما لي فراز، فراز كتكون مركبه مثلا سوجي فيرب كومبليمون، يعني ما كتخربقش في لا فراز، كتبدا بسوجي كتبعو فيرب كتبعو كومبليمون، ولا لو كومبليمون الا كان برونون كديرو انتر لو سوجي لو فيرب. دونك هنا كاين قواعد اللغه. فوكابولير يعني واش كتستعمل واحد معجم عنده علاقه ببرومناد، عنده علاقه بالاختفاء، ان سو دو سويت. كونجيزون بيان سور شنو خصك تستعمل؟ لي طون دو ريسي، دونك خصك تستعمل لي طون دو ريسي اللي هما لامبارفي اي لو باسي سامبل. دابا غادي نمشيو نشوفو واحد المنهجيه، الا تبعتيها وبقيتي كتعامل مع هاد المنهجيه وفي جميع لي برودكسيون اللي عندك، انا على يقين على الاقل الا ما جبتي والو غتجيب 5/20. هذا الا كنتي شي تلميذ اللي هو ضعيف برودكسيون كريت، اما الا كنتي شي تلميذ اللي كتقرا مزيان ومجهد في برودكسيون كريت، دونك كون على يقين 8 ديالك غادي تجيبها. تبع نفس المنهجيه.
بهادو هاد المعلومات مهمه هي علاش غتبني لو تيكست ديالك ديمونش لا فوري موا ما مامون مون فرير لا ديسباريسيون دو مون فرير لو لو بروبليم دجيفون بيان انسان ولا الناس يعاونوكم دي برومونور ممكن ديرها تقنيه ممكن تسطر في هذيك لا كونسيون ولا داك السوجي غتسطر على المعلومات المهمه مثلا فوالا عندنا ان ديمونش غتسطر على ان ديمونش كمعلومه مهمه برومناد اون برومناد دون اون فوري en compagnie de votre mère, donc mère, soudain vous aperçûtes que votre frère, ou bien petit frère, a disparu. D'avoir le problème, problème. Donc, on rédige un texte narratif. Donc, un dimanche, on promena dans une forêt. Quelle est la maman? Quel est soudain vous aperçoit que votre frère a disparu? Il y a ni les personnages qui est la maman, qui est moi, donc moi, la dernière fois, Anna, le narrateur ou bien la narratrice, ou qui est le petit frère, ou l'idée Hassan le Mouchkid. Donc, je pense que dès l'introduction, dès la description, qui m'a fait le schéma narratif, vous connaissez quand on parle de la couleur, Anna, le texte narratif, dans le ou bien le schéma narratif, le roi, la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties et le dénouement. Ou la situation initiale, qu'est-ce qu'on fait l'introduction ou le muqaddima. Le muqaddima, dès la description, الهواء منعش لودور دو لارب يعني رائحه العشب يعني كاين بزاف د الحوايج هنايا غير على الاقل الافكار اللي كيجوك في بالك اي فكره جاتك في بالك عندها علاقه بالوصف كتبها في لو بغويون راه فايت لي قلتها لكم في واحد الفيديو غادي تلقاه دابا في هاد اي اللي غادي يطلع راه شرحت لكم فيه مزيان كيفاش تخدم ان تكست ناراتيف هنا عاوتاني عاودت لكم عاوتاني دونك ديما كنعاود لكم باش اللي ما شافش واحد الفيديو على الاقل يشوف واحد اخر دونك اول حاجه في لانتروديكسيون غادي دير لو طون غتسبق بلو طون لو ليو لي بيرسوناج لو بروبليم ما غاديش ديرو في l'introduction, un problème et l'ami. Problème, c'est l'élément perturbateur. L'ami, le dénouement. Donc, là, on va dire l'introduction. Dimanche, la forêt, moi, ma maman, mon frère. Et la description, c'est l'introduction. Même pas, je vais le développement. Le développement, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a la disparition de mon frère. C'est peut-être soudain. Soudain, tout à coup, brusquement, moi, il y a des expressions. Soudain. On va dire le passé simple. Quand je fais l'introduction, l'imparfait, on va dire le passé simple. Soudain, tu peux le passé simple. Soudain, nous aperçûmes que mon frère n'y était pas à côté. Et d'un fait, j'ai atteint que je fais un peu لي سونتيمون هنا كتدخل لي سونتيمون الاحاسيس اللي كيكونوا سائده ديك الساعات ملي كتكتشف بلي خوك ما كاينش مثلا اختفى ماما كتكتشف بلي ولدها اختفى اش غيكون لي فخوا لي فخوا اللي هو لي فخوا اللي هو الخوف الشديد الخوف الشديد الرعب لي فخوا لا بور الخوف لانكييتود القلق يعني هادو هما لي سونتيمون اللي غيكونوا كتحسوا بهم في ديك اللحظه لي زاكسيون اللي هما الافعال شنو ممكن يدير في ديك الساعه الي اسا روشيرش يعني الذهاب للبحث عنه دوموندي لا دي برومونور طلب مساعده المتنزهين الناس اللي كاينين في الغابه تروفي لو فرير او فون دو لا فوري يعني مثلا هاد المتنزهين وجدوا الاخ في اعماق الغابه او فون دو لا فوري جوي افيك دي زامي يعني اش كان كيدير تما اي جو افيك دي زامي من بعد كاينه لا كونكلوزيون هادي بالنسبه لي ديفلوبمون كونكلوزيون اللي هي لا سيتوياسيون فينال اشنو في الاخر وقع لا بونيسيون بيان سور اول حاجه كنفكروا فيها هي لا بونيسيون لا مامون ما غاديش تدوزها ليه دونك لا بونيسيون روبروشمون ولا غادي تخاصمون بونيسيون يعني عقاب روبروشمون يعني غادي تخاصمون نتوما غتختاروا لا بونيسيون اللي بانت لكم مناسبه دونك هادي حاول ندير لكم واحد المنهجيه اللي ممكن تتبعها باش كتسرد القصه ديالك اول القصه اللي مطلوبه منك هاد الطريقه غتستعملها في جميع القصص المطلوبه دونك الى عجبتكم هاد الطريقه قولوها ليا الى عجبتكم هاد المنهجيه قولوها ليا نخدم معكم بزاف ديال المنهجيات بزاف ديال النصوص بزاف ديال لو سوجي بنفس المنهجيه على الاقل باش تكتسبوا واحد شويه ديال المعرفه كيفاش تخدموا ان تيكست نيجاتيف كما كنقول راه على 8 انا ملي كنتفكر بلي برودكسيون كريت على 8 صراحه تيبقى فيا الحال حيتاش اكثريه ديال التلاميذ عندهم مشكل برودكسيون كريت ما بتيت سلمى سيلونس جونجستر لا فيديو دونك عندهم مشكل في برودكسيون اكريت دونك حاولوا انكم تركزوا على هذه النقطه ندوزو دابا لو تيكست اللي وجدت لكم اللي بنيت عليه هذه المنهجيه هذه
Donc, un dimanche, notre mère nous accompagna, mon frère et moi, dans une forêt. Fi yom l'ahad, ummi rafaqatna, ana wa akhi, fi ila l'ghaba. Il faisait beau. يعني كان الجو جميل لي زوازو غازويي بارتو لا صافيت زقزق في كل مكان لير فري لو لير فري يعني الهواء منعش لودور دو لارب رائحه العشب لو دو لا ريفيير وماء مياه النهر تو سولا دوني اون بوتي انكرويابل ا سيت اندرو كل هذا يعطي جمال لا يوصف او لا يصدق لهذا المكان دونك هنا درنا لا ديسكريبسيون درنا لو تون درنا لو ليو لا فوري لي Personnage. D'abord le développement. Ma maman et moi nous assillons sous l'ombre d'un arbre. Alors que mon frère pied son ballon et s'en alla jouer. Ommi wa ana jalisna tahta dhill ash-shajara. Alors que ana استعملت l'opposition ديت البال. Alors que يعني بما ان اخي ولا اخي مثلا اخذ son ballon akhada kurata et son alla jouer وذهب يلعب. Le moment du repas de midi arriva, yani waqt wajbat al-ghada wasalat. Soudain, nous aperçûmes que mon frère n'y était pas là à côté. Fajatan iktashafna ou lahadna anna akhi la yujad bil jiwar. Effrayé, j'ai استعملت le sentiment effrayé, yani ahsasna bil khawf ou lalhala ou lalru'b, المهم khawf chadid. Effrayé, nous courûmes partout à sa recherche. Jarayna fi kulli makan lil bahth 'anhu. Il nous cria mais personne ne répondit. Wa cria yani مثلا ملي كتعيط على شي واحد, mais personne ne répondit, ولكن لا احد يجيب. Alors ma maman demanda l'aide de quelques promeneurs qui le trouvèrent au fond de la forêt en train de jouer avec de nouveaux amis. Alors, إذن أمي طلبت مساعدة بعض المتنزهين qui le trouvèrent. يعني هاد المتنزهين هما اللي لقوه. C'est mon frère. Trouvèrent وجدوا في أعماق الغابة en train de jouer في وهو يلعب avec des nouveaux amis مع أصدقائه الجدد. La conclusion. Ma maman fâchée, ummi ghadiba, fâchée, yani وصفت هنا la maman fâchée, le reprocha, yani khasmatou, le reprocha, yani khasmatou, et lui ordonna de s'asseoir tout le reste de la journée sans rien faire. Et lui ordonna, yani wa amaratou an yajlisa tout le reste de la journée, ma tabaqqa min an-nahar, sans rien faire, doun an yaf'ala shay'an. Donc هنا khasmatou ou 'aqbatou. كنتمنى تكونوا استفدتوا وكونوا على الاقل خديتوا شي خديتوا افكار كيفاش تخدموا برودكسيون اكريت. الى عجبتكم لا فيديو قولوها ليا في لي كومونتير غنخدم معكم بهذه المنهجيه. وما تنساوش بيان سور تبارطاجيو مع المعارف ديالكم وتابوناو في لاشين باش كتشجعوني, حيتاش كنحاول نكون معكم يوميا من دابا حتى ليكزامان ان شاء الله. يوميا خصني نلوح لكم دي فيديو باش نعاونكم باش ان شاء الله كلكم تنجحوا بنقط احسن. وفقكم الله ونجحكم. Au revoir.